السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم إنجاز تمرين. لاحظوا في هذا التمرين سنملأ الفراغات بحرف النون، نضع في كل كلمة الصوت المناسب لحرف النون. يلا بسم الله نبدأ. لاحظوا على الألواح يا أطفال، انظروا، عندي هنا ملاتون. ترى ما هو الصوت الذي نضعه هنا قبل ملاتون، قبل هذه الحروف؟ يلا فكروا واكتبوا على الألواح. نعم، الآن نصحح. لاحظوا أطفال، نصحح. ملاتون، إذا هنا نملاتون. نملاتون، الصوت ن في بداية الكلمة، نملاتون. الكلمة الموالية فكروا واكتبوا على الألواح. أسرعوا، نرفع الألواح. نعم، من جالون. انظروا، من هذا الصوت في حرفين، من، يعني درت لكم زوج نقاط، من جالون. الكلمة الموالية يا أطفال، زيتو، الصوت الذي نكتبه في هذا المكان. أسرعوا على الألواح. نعم، نصحح الآن. زيتو نون في آخر الكلمة، نون. الآن هذه الكلمة الموالية، ما را تون. فكروا أطفال، ما هو الصوت الذي نكتبه في هذا المكان؟ نعم، نصحح الآن. انظروا، ما نا ما نارة. الآن الكلمة الموالية، انظروا، التا من بعد مكان فارغ، را تون. فكروا يا أطفال، ماذا تلبس أختكم؟ تلبس فستان أو؟ فكروا. نعم، تنورة. تنورة. الآن الكلمة الأخيرة، فكروا ما هو الصوت الذي نكتبه في هذا المكان في آخر الكلمة. حلزو، اكتبوا على الألواح. نصحح الآن. حلزون. نعم، حلزون. سنقرأ أطفال، تبعوا. نملة، منجل، زيتون، منارة، تنورة، حلزون. انتهى، وإلى اللقاء، إلى فرصة أخرى إن شاء الله.